مساكم الله بالخير. اليوم فقرة جديدة، موضوع جديد خفيف يونس، مقالة باي ستيفن سيلفر عن أنواع الزجاج المستخدمة أو أنواع البلورات اللي يصنعون منها جامة الساعة الأمامية والخلفية. في 3 أنواع، النوع الأول اسمه سافار كريستال، النوع الثاني مينرال كريستالز، النوع الثالث بلاكسي جلاس. طبعا في وايد شركات عندها براءات اختراع يغيرون نوع البلكسي جلاس، يسمونه اسامي جديده، فاحنا بس بنركز على الصرف من النوع وبعدين نشرحه. اول نوع اللي بسولف عنه هو سافا كريستر او زفير، بلورات الزفير. دائما يستخدمون مصنع لان الطبيعي فيه شوائب، يحطون بودر الالومنيوم اوكسايد مع يرفعون درجة حرارة الهيدروجين ويدخلون عليه أكسجين فيذوب ويرد يتجمع على شكل بلورات، بعدين يقصونه على الشكل اللي هم يحتاجونه، والعملية هذه تاخذ وقت طويل. يقصونه باستخدام درلات ألماس لأن الألماس أكثر صلادة من الزفير فيقدرون يشكلونه على كيفهم. أيضا يتحمل الخدوش ويتحمل الكسر أكثر من الزجاج العادي والبلاستيك. النوع الثاني اللي هو مينرال جلاس. المينرال جلاس ياخذون زجاج عادي ويضيفون عليه مواد كيميائية ويحطونه تحت درجة حرارة معينة، فيصير زجاج مقوى مضاد إلى الخدوش، وطبعا الفيزيبيليتي أو الوضوح يكون أدق أو أحلى من الزجاج العادي، لكن تحت درجات حرارة عالية أو درجة حرارة باردة إن انضرب في زاوية معينة ممكن أن ينكسر بسهولة. ثالث نوع اللي يصير اسمه، يعني في مسميات كثيره مثل ما قلت لكم، مثل بلكسي جلاس، اكريليك هازلايت، وهو اكريليك عباره عن بلورات بلاستيك يستخدمونها. طبعا هو مو مضاد للخدوش كثر المينرال جلاس والسافار كريستال، لكن مضاد للكسر بشكل جيد. ليش؟ لان البلاستيك عنده خاصيه انه يتلقى الضربات ويمتص الاهتزازات، لأن ذرات بلاستيك ما هي قريبة مثل ذرات الزجاج أو البلورات الزجاجية وبلورات الزفير، ففي مجال أن الاهتزازات اللي تحوش البلاستيك من الضربة أنه ما ينكسرون، لكن ينخدش بسهولة لأن صلاته مو عالية. آخر شيء بنسولف عنه أنهم البلورات الزفير أو السافار كريستالز يسوون لهم تريتمنتس اللي هما يضاف عليهم مواد كيميائية تساعد في عمليات. أكثر شيء دارج في عالم الساعات شيء اسمه أنتي ريفلكتيف، اللي هو يمنع الانعكاسات، لما تطالع الساعة ما تشوف انعكاس الزجاج على وجهك ولكن تشوف مينة الساعة. هذا البروسيس أو هذه الطريقة هذه أيضا مستخدمة في النظارات الطبية كثير.